وصلت الدفعة الثانية من المساعدات الطبية مقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، وذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي الكويتي. وقال رئيس الفرق التطوعية الفلسطينية التابعة للهلال الأحمر الكويتي في غزة، قال إن الدفعة الثانية من المساعدات المقدمة تحتوي على أدوية ومستلزمات طبية سيتم فرزها وتوزيعها على المستشفيات والخدمات الصحية بعدد من المحافظات الفلسطينية في القطاع.